اهلا وسهلا بحضراتكم يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في كبسوله جديده ويلا بينا. في حلقه النهارده هنتكلم عن الشيكات، ايه هو الشيك وازاي نستخدم الشيك ومين اطراف الشيك وايه هي انواع الشيكات. خليكم معانا. مبدئيا كده لازم نعرف عشان نقدر نطلع شيكات لازم يكون عندنا حساب جاري، يعني عشان نقدر نصدر دفتر شيكات لازم يكون عندنا حساب جاري. الحساب الجاري هو اللي بيطلع عليه دفتر الشيكات، بنروح نعمل الحساب جاري وبعد كده بنصدر دفتر شيكات، فاحنا عندنا دفتر شيكات. طيب لازم نعرف ايه هو الشيك. الشيك هو اداه وفاء، هم اطراف الشيك. لازم نعرف ان في اطراف للشيك، الشيك ده ليه اطراف. اطراف الشيك هم 3 اطراف، اول طرف الساحب، تاني طرف المستفيد، تالت طرف المسحوب عليه. طبعا انتوا مش فاهمين الكلام ده، هنوضح يعني ايه ساحب ويعني ايه مستفيد ويعني ايه مسحوب عليه. الساحب ده الشخص اللي هو الشيك بتاعه اللي معاه دفتر الشيكات اللي بيصدر الشيك، ده اسمه الساحب. المستفيد الشخص اللي هيستفيد من الشيك او اللي هيصرف الشيك، ده المستفيد، الشخص اللي هو هيصرف الشيك، اللي هو الشخص هيتكتب له الشيك وهيروح يصرفه، ده المستفيد. المسحوب عليه البنك اللي هيصرف الشيك. يبقى لازم نعرف ان الساحب اللي هو صاحب الشيك اللي بيصدر الشيك، المستفيد الشخص اللي هيستفيد من الشيك من قيمة الشيك وهيروح يصرفه، المسحوب عليه هو البنك اللي هيتسحب عليه الشيك او البنك اللي هيتصرف فيه الشيك. دول 3 اطراف، دول 3 اطراف اللي هم اطراف الشيكات. يبقى الساحب، المستفيد، المسحوب عليه. الساحب اللي بيصدر الشيك، المستفيد اللي بيستفاد من الشيك وياخد الشيك يصرفه وياخد فلوس، والمسحوب عليه البنك اللي بيتسحب عليه الشيك، ده المسحوب عليه. طيب الشيكات انواع، الشيكات 4 انواع. اول نوع الشيك المفتوح، تاني نوع الشيك المقفول، تالت نوع الشيك المسطر، رابع نوع الشيك المصرفي. يبقى معانا 4 انواع للشيكات. يبقى الشيكات 4 انواع، الشيك المفتوح، الشيك المقفول، الشيك المسطر، الشيك المصرفي. يبقى الشيك المفتوح، الشيك المقفول، الشيك المسطر، الشيك المصرفي. طيب خلينا نعرف ايه اول نوع اللي هو الشيك المفتوح. الشيك المفتوح ده اي حد يقدر يصرفه، مثلا بيبقى مكتوب في الشيك ادفعه لامر، ممكن نكتب لحامله، يبقى اي حد معاه الشيك ده يصرف له الفلوس، يبقى ده الشيك المفتوح اللي هو ادفعه لامر مثلا لحامله، فروح ايه كده، يبقى اي حد يقع في ايده الشيك ده يقدر يصرفه. ادفعه لامر اكتب لحامله في خانه الاسم لحامله، ده الشيك المفتوح. اكتب لحامله يبقى اي حد ممكن ماشي في الشارع او اي حد ياخد الشيك هيصرفه. يعني انا اطلع الشيك اكتب ادفعه لامر، هو بيبقى مكتوب في الشيك كده ادفعه لامر، اكتب في خانه الاسم اكتب لحامله، يبقى اي حد شايل الشيك من حقه ان هو يصرف الشيك، ده الشيك المفتوح. الشيك المفتوح برضو انا ممكن اكتب ادفعه لامر احمد ابراهيم عثمان مثلا، يبقى الشخص اللي هيصرف الشيك ده مش لحامله، مش اي حد هيصرفه، لا، الشخص اللي هيصرف الشيك ده في الشيك المفتوح هو احمد ابراهيم عثمان. طيب الشيك ليه تسمى ان هو مفتوح؟ لان اي حد ممكن يصرفه، حتى لو مكتوب في الشيك ادفعه لامر احمد ابراهيم عثمان. احمد ابراهيم عثمان ده مش شرط ان هو اللي يروح يشرف، احمد ابراهيم عثمان ده مش شرط يروح يصرف الشيك هو بنفسه، ممكن يبعت حد تاني يصرف له الشيك، عشان كده اسمه شيك مفتوح. يبقى انا ممكن اكتب في الشيك المفتوح عند خانه الاسم اكتب لحامله، يبقى اي حد شايل الشيك هيقدر يصرف الشيك، او ممكن اكتب اسم شخص معين برضو، لا، في الشيك المفتوح ممكن اكتب اسم شخص معين احمد ابراهيم عثمان ابراهيم، والشخص المعين ده ممكن يروح يصرف الشيك عادي، او مش لازم الشخص المعين ده اللي مكتوب اسمه في الشيك ان هو يروح يصرفه، ممكن يروح يبعت ابنه مثلا يصرف الشيك ده، او ممكن يدي الشيك ده لحد تاني يصرفه له. طب ازاي الشخص ده يدي الشيك لحد تاني يصرفه له والشيك بتاعه مكتوب باسمه هو، يعني مكتوب باسم احمد ابراهيم عثمان مثلا، احمد ابراهيم عثمان ده عايز يديه لمحمد، عايز يدي الشيك لمحمد يصرفه له، الشيك ما طالع باسمه، هيقلب الشيك كده هيقلبه، هيلاقي خانه ورا اسمها تظهير الشيك، خانه ورا الشيك، يبقى الشيك هنا يقلب الشيك كده في ورا الشيك خانه اسمها تظهير الشيك، يروح كاتب ايه؟ يروح كاتب اسمه في خانه تظهير الشيك، كاتب احمد ابراهيم عثمان، وكاتب تحتيها تحت كده محمد علي حسين، ويروح يدي الشيك ده اللي هو طالع باسمه لمحمد علي حسين، محمد علي حسين ياخده ويروح يصرفه من البنك، يبقى ده الشيك المفتوح. محمد علي حسين كمان ممكن، محمد علي حسين كمان ما يروحش يصرف الشيك ده، ممكن يديه لعبد الجواد، فيروح محمد علي حسين ده برده في خانه التظهير يكتب اسمه تاني محمد علي حسين،
ويكتب اسم عبد الجواد واحمد ديل عبد الجواد. عبد الجواد كده هيروح يصرفه في البنك، هيروح يديه للبنك الشيك، الشيك مفتوح مظهر، هيروح يصرفه في البنك عادي، عادي خالص ان هو يروح يصرفه ما دام الشيك مفتوح. ده الشيك المفتوح، يبقى ما دام الشيك المفتوح اي حد ممكن يصرفه، حتى لو الشيك ده حتى لو الشيك ده طالع باسم احمد ابراهيم عثمان، يعني مش كاتبين لحامله، يعني الشيك ده مش مكتوب عليه لحامله، الشيك ده طالع باسم احمد ابراهيم عثمان، بس ممكن عبد الجواد يصرفه. ليه؟ لان احمد ابراهيم عثمان ادى الامر للبنك ان انا عايز اظهر الشيك ده يا بنك، يعني انا مش عايز اصرف الشيك ده، انا الشيك ده يا بنك نقلت ملكيته لمحمد. فانا بكتب احمد ابراهيم عثمان، بعد كده محمد، بعد كده محمد خد الشيك، محمد مش عايز الشيك، يصرف الشيك ده، عايز لديها لعبد الجواد عبد فانا بنقل محمد بقى، انا بنقل، انا محمد اهو بنقل ملكيه الشيك بتاعي، بنقله لمين؟ لعبد الجواد. خد يا عبد الجواد انا كتبت لك اسمي تاني في تصدير الشيك محمد، واكتب تحته عبد الجواد، واديه لعبد الجواد. عبد الجواد هياخد الشيك بتاع، عبد الجواد هياخد الشيك، هيطلع على البنك هيصرفه له عادي خالص. يبقى ده الشيك المفتوح. في ملحوظه نسينا نقولها في اول الفيديو، ان الشيك من اول ما يتقطع من دفتر الشيكات ويتكتب نقدر نصرفه، حتى لو التاريخ اللي مكتوب عليه بعد السنه الجايه. يعني انا النهارده دلوقتي في سنه 2021، هكتب تاريخ بسنه مثلا 2025، ورحت كاتبه لحامله مثلا، ورحت قطعه مديه لاي حد، الحد ده لازم يستنى ل 2025 عشان يصرف الشيك؟ لا، مش ملزم بالتاريخ اللي في الشيك. يبقى اي شيك هناخده احنا مش ملزمين بالتاريخ اللي فيه، مجرد اصدار الشيك يصرف. يبقى بمجرد اصدار الشيك يصرف، يبقى هتعيد تاني، بمجرد اصدار الشيك ملناش دعوه بالتاريخ، ان شاء الله التاريخ يكون 2050، بمجرد اصدار الشيك يصرف، البنك هياخده هيصرفه، مش لازم اكون، مش لازم يتصرف في التاريخ بتاع اللي انا كاتبه، يعني مش لازم الشيك يتصرف في التاريخ اللي انا كاتبه، مش لازم خالص، لانه مجرد انه هو يصدر الشيك او يتكتب الشيك يصرف، البنك هيصرفه بمجرد ان هو يتكتب. يبقى احنا مش ملتزمين بالميعاد اللي مكتوب في الشيك او التاريخ اللي مكتوب في الشيك، اول ما الشيك يتصدر يصدر يصرف، البنك هيصرفه. ماشي؟ طيب ده الشيك المفتوح. يبقى احنا عرفنا الشيك المفتوح، تعالوا نخش على تاني نوع. طبعا الشيكات يا جماعه، الشيكات طبعا احنا كلنا عارفين الشيكات، وهحط لكم صوره الشيك. الشيكات ادفعوا لامر فلان الفلاني مبلغ وقدره، دي اسمها التفقيطه، مبلغ وقدره، بنكتبها بالمبلغ وقدره، بنكتبها بالارقام وبنكتبها بالحروف التفقيطه. ولازم نخلي بالنا ان الارقام بعد ما نكتب الشيك بالارقام نعمل كده شباك جنب الرقم من اليمين وشباك جنب الرقم من الشمال، عشان مفيش حد يلعب في الشيك، وبرده في الحروف نكتب كده نملى الخانه كلها بحيث ما حدش يقدر يلعب في خانه الحروف. يبقى الشيك ادفعوا لامر فلان الفلاني، هنحط نفقط الرقم بالحروف والارقام والاسم والتوقيع، اسم صاحب الحساب والتوقيع، هو ده الشيك، اسم صاحب الحساب والتوقيع ومبلغ الشيك واسم اللي هيتصرف له الشيك، يبقى ده الشيك. طيب خلينا نخش على تاني نوع، وهو خلينا نخش على تاني نوع من الشيكات، وهو الشيك المقفول. طيب ايه هو الشيك المقفول؟ الشيك المقفول لا يمكن تظهيره، يعني الشيك المقفول ما ينفعش انقل ملكيته لحد تاني. الشيك المقفول يصرف لاسم الشخص اللي موجود جوه الشيك بس. يعني ايه؟ يعني انا عملت لي شيك مقفول، هكتب ادفعه لامر احمد، احمد فلان الفلاني، يبقى الشيك ده ما ينفعش يتصرف ابدا الا لاحمد فلان الفلاني. احمد فلان الفلاني ما ينفعش يظهره زي الشيك المفتوح، ما ينفعش ينقل ملكيته لحد ويقلب على ظهر الشيك ويكتب، ما ينفعش. يبقى ازاي بقى نعمل الشيك المقفول؟ يبقى نكتب ادفعه لامر احمد فلان الفلاني، ونكتب كده في اي حته فاضيه في، ونكتب كده في اي حته فاضيه في الشيك يصرف للمستفيد الاول، او لا يصرف الا للمستفيد الاول، يبقى ده شيك مقفول. يبقى يصرف، نكتب بعد ما نكتب اسم الشخص اللي احنا عايزين نصرفه له احمد فلان الفلاني، نشوف اي حته فاضيه في الشيك نكتب فيها يصرف للمستفيد الاول، او لا يصرف الا للمستفيد الاول، او لا، او هذا الشيك لا يمكن تظهيره. الجمل دي او العبارات دي لو كتبناها على الشيك يبقى شيك مقفول. الشيك المقفول ده مفيش اي حد تماما يعرف يصرفه الا الاسم اللي جوه الشيك، اسم الشخص اللي مكتوب اسمه في الشيك هو ده الوحيد اللي يقدر يصرف الشيك المقفول. يبقى ازاي نعمل الشيك المقفول؟ نكتب الاسم اللي احنا، اسم الشخص اللي احنا المستفيد، نكتب اسم المستفيد اللي هيستفيد بالشيك وليكن احمد مثلا فلان الفلاني،
ونشوف اي حته فاضيه في الشيك ونكتب عليها يصرف للمستفيد الاول. يبقى كده احمد ده اللي انا صدرت له الشيك ما يقدرش ابدا يصرف الشيك، قصدي ما يقدرش ابدا يدي لحد يصرف له الشيك، لازم احمد يروح بنفسه كده بشخصه هو اللي يصرف الشيك، ما دام كتبنا عباره يصرف للمستفيد الاول. يبقى ده الشيك المقفول، ما ينفعش يتظهر، ما ينفعش نقلبه على ظهره كده ونكتب فلان الفلاني فلان الفلاني ونديه لحد تاني يصرفه، ما ينفعش. لازم الشيك المقفول ده يتصرف لاسم الشخص المستفيد اللي مكتوب في الشيك، هو بس اللي يقدر يصرفه، يبقى ده الشيك المقفول. طيب طيب نيجي بقى لثالث نوع واللي هو الشيك المسطر. ايه هو الشيك المسطر ده؟ ايه هو الشيك المسطر؟ طيب احنا قلنا الشيك المقفول والمفتوح يصرف عند اصداره. طب احنا عايزين نصرف الشيك ده في تاريخ معين. انا راجل دلوقتي عايز اصرف شيك لموظف عندي او اي حد عايز اديله شيك، انا عايز الشخص اللي المستفيد ده اللي هيصرف الشيك يصرفه بعد شهرين او يصرفه بعد 3 شهور او يصرفه السنه الجايه، عايزه يلتزم بالتاريخ بالميعاد بالتاريخ اللي مكتوب في الشيك بالظبط. يعني التاريخ اللي انا هكتبه في الشيك هو ده تاريخ ميعاد استحقاقه، هو ده التاريخ اللي يقدر يصرفه فيه، ما ينفعش يصرفه قبل التاريخ ده، انا عايزه يصرفه في التاريخ ده بس. اروح عامل ايه؟ اروح كاتب ادفعوا لامر فلان الفلاني، او ما خلينا مثلا ناخد اسم مثلا عمرو، ادفعوا لامر عمرو حسين رجب، واروح جاي ايه عامل ايه؟ عامل سطرين كده، سطرين متوازيين كده، سطرين متوازيين. خلينا اوريكم بس لحظه واحده ازاي السطرين مثلا نعملهم اهو. اروح جايب كده عامل سطر وسطر متوازيين، سطر وسطر في اي حته فاضيه في الشيك، سطرين صغيرين، سطرين كده اهو، سطر شرطه وشرطه اهو، شرطه وشرطه، شرطه وشرطه، شرطتين كده، خطين كده، يبقى ده شيك مسطر. اروح عامل خطين كده، يبقى ده شيك مسطر. يبقى ما دام عملت كده سطرين في الشيك ادفعوا لامر عمرو حسين رجب، وعملت سطرين كده في الشيك في اي حته فاضيه في الشيك، سطرين، سطر كده وسطر كده، عملت سطر كده وسطر كده، يبقى الشيك ده اسمه شيك مسطر. يبقى الشيك ده اسمه ايه؟ شيك مسطر. الشيك مسطر ده لازم المستفيد اللي هو عمرو يصرفه في ميعاده. انا كاتبه له يتصرف بعد سنه، يبقى يتصرف بعد سنه، ما يقدرش يصرفه وقت اصداره، يبقى لازم يتصرف في ميعاده. وكمان ما ينفعش يصرفه كاش، لازم يصرفه الفلوس بتاعته تتحط في حسابه البنكي، يبقى ما ينفعش يصرفه كاش. خلينا ننوه على حاجه، ان الشيك المفتوح والشيك المقفول ممكن الشيك المفتوح والشيك المقفول ممكن يتصرفوا كاش عادي. الشيك المفتوح والشيك المقفول ممكن عادي جدا اروح على الشباك اقول له اتفضل الشيك يصرف لي فلوس كاش وانا واقف واخدها وامشي، ده الشيك المفتوح وده الشيك المقفول. انما الشيك المسطر اللي هو انا اعمل سطرين كده في اي سطرين كده في اي حته فاضيه في الشيك، سطرين صغيرين كده او كبار شويه براحتك، سطرين في، المهم يكون حته فاضيه في الشيك تعمل سطرين، يبقى الشخص المستفيد اللي هو عمرو ما يقدرش اللي هو عمرو ما يقدرش يصرف الشيك الا في ميعاده، الا في تاريخه، ما يقدرش يصرف الشيك الا في التاريخ اللي انا حطيته، وما يقدرش يصرف الشيك كاش، ما يقدرش يقف على الشباك وياخده كاش، لا لازم المبلغ اللي في الشيك يتحط في حسابه في البنك، يبقى هو عنده حساب بنكي ويتحط في حسابه، ما يقدرش يصرف الشيك كاش، وما يقدرش يصرف الشيك في الشيك قبل ميعاده. الشيك المسطر لا يصرف الا بتاريخه، التاريخ اللي مكتوب عليه، الشيك المسطر لا يصرف الا بالتاريخ اللي مكتوب عليه. والشيك المسطر لا يصرف كاش، الشيك المسطر لما انا احط سطرين كده، خطين كده، لا يصرف كاش، ما يصرفش كاش، يتصرف في حساب بنكي، يتحط ايه؟ يبقى لازم الشخص المستفيد يبقى عنده حساب بنكي عشان يحط مبلغ الشيك في حسابه في البنك، وبعد كده ممكن يسحبه من حسابه. طيب لو انا عايز اعمل شيك لواحد ما يصرفوش الا في ميعاده، ويصرفه في حساب بنكه ما يصرفوش كاش، يصرفه في حساب بنكي ما يصرفوش كاش، ويصرفه في ميعاده في تاريخه، وكمان مش عايز الحد ده يظهر الشيك ويديه لحد تاني، اروح اعمل ايه؟ اروح كاتب اسمه يصرف ادفعه الامر عمرو فلان الفلاني، اعمل خطين خطين كده يبقى شيك مسطر، واروح برده اشوف حته تانية فاضيه في الشيك واكتب عليها يصرف للمستفيد الاول، يبقى كده عمرو ما يقدرش يظهر الشيك، ما يقدرش ينقل ملكية الشيك لحد تاني، ما يقدرش يصرف الشيك الا في الميعاد اللي انا كاتبه له في الشيك، وما يقدرش ياخد الشيك كاش، لازم ياخده في حساب بنكي،
يبقى احنا كده عرفنا الشيك المفتوح ايه، الشيك المقفول ايه، الشيك المسطر ايه، بقى ايه اخر نوع. وهو خلينا ننوه برضو ان الشيك المقفول برضو يصرف عند اصداره، الشيك المقفول برضو يصرف عند اصداره، ملناش دعوه بالتاريخ حتى لو التاريخ 2100 احنا يدينا ويديكوا طولة العمر. اهم حاجه انه خلاص تم اصدار الشيك، يصرف عند اصداره، ماليش دعوه بالتاريخ. ان شاء الله اكتب التاريخ السنه الجايه، ملناش دعوه بالتاريخ، التاريخ ملناش دعوه، ما دام الشيك اتصدر ممكن المستفيد يصرفه دلوقتي او يصرفه بكره. ياخد الشيك مني كده، ان شاء الله كاتب له 2050، ياخد الشيك مني ويروح يصرفه بكره، البنك هيصرفه له عادي جدا. يبقى الشيك يصرف عند اصداره، الشيك المقفول برضه يصرف عند اصداره، ماشي؟ طب ما يقدرش يصرف الشيك قبل ميعاده، الشيك المسطر لا يصرف الا بتاريخه، التاريخ اللي مكتوب عليه، الشيك المسطر لا يصرف الا بالتاريخ اللي مكتوب عليه. والشيك المسطر لا يصرف كاش، الشيك المسطر لما انا احط سطرين كده، خطين كده، لا يصرف كاش، ما يصرفش كاش، يتصرف في حساب بنكي، يتحط ايه؟ يبقى لازم الشخص المستفيد يبقى عنده حساب بنكي عشان يحط مبلغ الشيك في حسابه في البنك، وبعد كده ممكن يسحبه من حسابه. طيب لو انا عايز اعمل شيك لواحد ما يصرفوش الا في ميعاده، ويصرفه في حساب بنكه ما يصرفوش كاش، يصرفه في حساب بنكي ما يصرفوش كاش، ويصرفه في ميعاده في تاريخه، وكمان مش عايز الحد ده يظهر الشيك ويديه لحد تاني، اروح اعمل ايه؟ اروح كاتب اسمه يصرف، ادفعه الامر عمرو فلان الفلاني، اعمل خطين، خطين كده يبقى شيك مسطر، واروح برده اشوف حته تانية فاضيه في الشيك واكتب عليها يصرف للمستفيد الاول. يبقى كده عمرو ما يقدرش يظهر الشيك، ما يقدرش ينقل ملكيه الشيك لحد تاني، ما يقدرش يصرف الشيك الا في الميعاد اللي انا كاتبه له في الشيك، وما يقدرش ياخد الشيك كاش، لازم ياخده في حساب بنكي، لازم ياخده في حساب بنكي. يبقى احنا كده عرفنا الشيك المفتوح ايه، الشيك المقفول ايه، الشيك المسطر ايه، بقى ايه اخر نوع. وهو الشيك ايه هو الشيك المصرفي؟ الشيك المصرفي ده شيك مضمون 100%، انت تاخده كده وانت مغمض عينيك. ليه؟ لان الشيك المصرفي ده شيك لان الشيك المصرفي ده شيك بيطلع من دفتر الشيكات بتاع البنك. خلينا نقول مثلا مثال البنك الاهلي المصري، يبقى الشيك ده هيطلع معلوش امضتك انت، لا عليه امضه الف وب في البنك، ده شيك بيطلع من دفتر حساب البنك، دفتر بتاع البنك نفسه، مش من دفتر شيكاتك انت، لا ده دفتر شيكات البنك نفسه. طب ايه الشيك ده؟ الشيك ده بيصدر من دفتر شيكات البنك نفسه، والشيك ده فلوسه مضمونه 100%، ما ينفعش تاخد الشيك ده وتروح بيه البنك ويقول لك انا مش هصرفه لك. الشيك ده البنك بيقول لك فلوسك موجوده تعالى اصرفها، فلوسك موجوده تعالى اصرفها، بيقول للمستفيد، المستفيد اللي اسمه مكتوب في الشيك المصرفي، في اي وقت هيروح البنك هيقدر يصرف الشيك، مش مثلا هيروح بالشيك ويقول له لا والله ده مفيش فلوس في الحساب، او لا والله ده صاحب العميل اللي اداك الشيك ده مثلا حسابه مقفول قفل الحساب ده عندنا، او لا والله مثلا التوقيع غير مطابق، مفيش كده. والشيك المصرفي غالبا بيتاخد لما انا مثلا هبيع شقه، انا مثلا احمد هبيع شقه، فبروح ادي للمشتري، قصدي انا مثلا احمد هبيع شقه، فبقول للمشتري هات لي شيك مصرفي، انا عايز شيك مصرفي يا عم بنص مليون جنيه، روح اعمل لي شيك مصرفي. فبياخد المشتري اسمي، ياخد اسمي الرباعي ويروح للبنك، هو بيبقى عنده النص مليون جنيه في حسابه في البنك اللي هيشتري، بيقول للبنك انا عايز اعمل لي يا بنك شيك مصرفي. فالبنك بيروح عامل ايه عشان يعمل له شيك مصرفي؟ يقول له طب ماشي، وريني، بيطلع على حسابه، حسابك فيه كام؟ حسابك فيه فيه نص مليون، طب ادفع مصاريف الشيك، واحد دفع مصاريف الشيك، طيب هتصدره لمين؟ مين المستفيد؟ هيقول المستفيد فلان فلان الفلاني الفلاني. روح عامل ايه البنك؟ روح مجمد، البنك بيعمل ايه؟ مجمد ال 500,000 جنيه اللي في حساب المشتري، المشتري ما يقدرش يصرفهم ابدا، روح مجمدهم وحاططهم كده في الهولد على جنب كده، مجمدهم وشايلهم حاططهم على جنب في حساب البنك نفسه، حساب البنك نفسه، يبقى خد الفلوس وحطهم في حساب البنك نفسه، يبقى الفلوس دي ما بقتش في حساب المشتري، المشتري حسابه بقى صفر دلوقتي، ويروح مدي صادر له البنك الشيك مصرفي، يروح مديله للمشتري يقول له اتفضل الشيك المصرفي. فالمشتري ياخد الشيك المصرفي ويجي يدهوني، وانا بمضي العقود وابيع له الشقه واخد الشيك المصرفي، اروح البنك اقدر اصرفه في اي وقت، يتصرف 100% مضمون 100%. عشان كده الشيك المصرفي ده غالبا بيتصدر او بيعملوه الناس اللي بتبيع وتشتري، انا مش واثق يا عم فيك، انا انت ممكن تطلع لي شيك دلوقتي، اروح البنك
البنك يقول لي والله الحساب ما فيهوش رصيد، اخد رفض على الشيك واروح بقى اعمل لك قضيه، اروح اعمل لك محضر وقضيه ومحاكم. لا يا عم انا عايز فلوسي، انا تديني فلوسي كاش يا تعمل لي شيك مصرفي، لان الشيك مصرفي مضمون 100%. يبقى تديني فلوسي كاش او تعمل لي شيك مصرفي. طب تيجي تقولوا لي مين اللي بياخدوا الشيكات دي ما دام ممكن مثلا حد يطلع شيك على نفسه وما فيهوش رصيد، مين اللي بياخدوا الشيكات دي؟ غالبا اللي بياخدوا الشيكات دي التجار مع بعض. يعني انا تاجر وانت تاجر، وانت عارفني في السوق وانا عارفك في السوق، اقدر اطلع لك شيك من دفتر شيكاتي، انا التجار بيتعاملوا بيه، انا واثق فيك وانت واثق فيا، ففي ثقه. وبعدين اصلا الشيك لو ما فيهوش رصيد او في اي مصيبه بيتعمل بيه محضر وبيتعمل بيه قضيه وحبس فوري، يعني مشكله، ما تستهونوش بالشيكات. يبقى احنا خدنا 4 انواع الشيكات، يبقى الشيك المفتوح زي ما قلنا، الشيك المقفول، الشيك المسطر، الشيك المصرفي. يبقى ده هي الشيكات، ودول 4 انواع للشيكات، وهي دي الشيكات بكل بساطه. طبعا انا هحاول احط لكم صور كده وانا بتكلم، يعني احط لكم صور للشيكات وكده عشان تقدروا تفهموا اكتر. وبس كده، دي كانت حلقه النهارده من كبسوله بنكيه. ما تنسوش يا جماعه ارجوكم تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. ما تنسوش بالله عليكم اللايك والشير وتفعلوا الجرس، والف شكر، شكرا والسلام عليكم.